بحضراتكم لوقائع مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة وسكان الدكتورة هالة زايد. والعادات الاجتماعية اللي بيحرص عليها المجتمع المصري. رسالتي هنا مش بس للأفراد وإن ضرورة أخذ الإجراءات الاحترازية وضرورة إن هم إذا كان عندهم أي مصاب في الأسرة إن هم يجيبوه بشكل فوري، بالذات إذا كان عنده أحد الأمراض المزمنة مرض أو أكتر أو فوق سن الخمسين، لأن الملاحظ في كل محافظات مصر إن كل الحالات بتيجي مهما كان مستواها الاجتماعي أو العلمي أو الاقتصادي، إنها بتيجي بعد ما بتكون قضت في البيت أسبوع وعشر أيام لغاية ما الحالة بتكون اتدهورت. فأرجو إن إحنا نلتزم بهذا الموضوع، وإن عندنا في خطوط خط 14440 تقريبا يا خالد، 14440 ده خط استشارات طبية على كل المواطنين ان هم يتكلموا اللي عندهم عزل منزلي ان هم يتكلموا الخط ده، هياخد الاستشارة الطبية من الاستشاري الطبي، وهياخد العلاج لو ما عندوش هنبعت له العلاج مجانا، ويتواصل مع الخط بشكل دائم، والخط العاملين فيه بيتواصلوا بشكل دائم مع الناس المسجلة عندهم عزل منزلي. مهم جدا استخدام هذه الخطوط، 105 ده الخط الأساسي للإبلاغ عن أي حالة كورونا، وأقرب مستشفى ليها يتوجه ليها. 14440 هو الخط الأساسي اللي بيقدم لك في العزل المنزلي كل الاستشارات الطبية، وبيبعت لك العلاج إذا كنت عايز علاج، وبيتابعك من نفسه، وبتلاقي رسائل جاية لك للمتابعة أو تليفونات جاية للمتابعة. الحاجة الثانية أصحاب الأعمال، والملاحظ ان في رمضان ان الكافيهات والمطاعم والمولات والاماكن التجمعات مكتظة بكثير من المترددين بدون اخذ اجراءات احترازية. على اصحاب الاعمال لو نفتكر الفترة اللي فاتت، السنة اللي فاتت زي دلوقتي، لما كان في اغلاق في كل هذه الانشطة كان قد كده في خسائر على اصحاب الاعمال. أرجو إن دي مش بس مسؤولية المواطن، دي مسؤولية صاحب الأعمال اللي عنده في المطعم أو في المكان اللي بيتردد عليه المواطنين تراخي في الإجراءات الاحترازية. من مصلحتك أنت إنك تبقي على هذا النشاط مفتوح. وطبعا أنا هنا في هذا الصدد بشكر المجهود الكبير جدا اللي بتقوم به وزارة الداخلية في المرور على هذه الأماكن وإغلاق بعض الناس الغير ملتزمة. فانت لما يجي مراجع عليك ويلاقي النشاط بالشكل ده ومفيش اجراءات احترازيه، يعني لو تم اغلاقك ما تزعلش، لاننا احنا قلنا ان احنا دوله سعت على انها تعمل توازن ما بين اداره الجائحه والاقتصاد، واحنا الدوله الوحيده او من الدول القليله جدا في العالم اللي لم تفرض حظر كامل وإغلاق كامل. ولما فرضنا حظر لبعض الأنشطة كان بعض الوقت من العام الماضي لفترة محددة ولم تتكرر. فأرجو إن احنا نبقي على ده، لأن ده من مصلحة أصحاب الأعمال وأصحاب الأنشطة التجارية والاقتصادية، وكمان من مصلحة المواطنين. الحاجة الثانية هي إن احنا في زيادات موجودة. قبل ما أقول الزيادات بقول إن احنا في الموجة الثالثة في العالم، والموجة الثالثة في العالم النهاردة نتكلم على إنها أعلى 10% من الإصابات عن الموجات اللي فاتت، يعني العالم بيشهد أرقام قياسية جديدة في الإصابات رغم بدء اللقاحات في كل العالم أو في بعض الدول المتقدمة، لكن ما زالت الإصابات بتشهد وتيرة عالية. والإصابات النهاردة في هذه الموجة إصابات قياسية عن الموجات اللي فاتت عالميا بزيادة 10% في الإصابات. النهاردة بنتكلم أو امبارح بنتكلم على زيادة 10% في الإصابات و7% في الوفيات على مستوى العالم. وبالتالي إحنا مش بعاد، لأن إحنا دولة مفتوحة والحمد لله السياحة قائمة، والأخبار الجديدة عن رجوع السياحة والطيران الروسي ده هيفتح مزيد من الأنشطة السياحية ومزيد من العمل ومزيد من الدخل القومي والدخل الفردي كمان. فبنقول إن في إصابات في العالم، لكن الإصابات جوه مصر بتزيد، ولكنها الزيادة المنتظمة البسيطة، يعني الأسبوع ده
أزيد من الأسبوع اللي فات بأرقام ما بتزيدش عن 10%، اللي قبليه عن اللي قبليه برضو من 5 لـ 7%، وبالتالي إحنا في زيادات بسيطة ولكنها مستمرة، يعني كل أسبوع أزيد من اللي قبليه ولكن بزيادات بسيطة. بطمن كل المواطنين، وده يعني كان في بيان إعلامي من وزارة الصحة امبارح في هذا الصدد، إن ما زالت القدرة الاستيعابية، إحنا بنشتغل بـ50% من أسرة مصر. إحنا بنشتغل في وزارة الصحة بـ50% من مستشفياتنا. خليناها للكورونا. الأسرة اللي موجودة ما زالت فيها سعة تصل لـ47% في أسرة الرعاية في كثير من المحافظات. واحنا خدنا قرار من كام يوم بان احنا نقلل الحالات اللي هي مش حرجه في دخولها المستشفيات عشان نكون عندنا سعه في اي وقت للمناوره بزياده في اي اعداد. وبطمن برضو المواطنين ان احنا خلال الفتره اللي فاتت ضخينا اعداد كبيره جدا من اسره الرعايه المركزه والتنفس الصناعي في كل مستشفيات مصر، وخاصه في مستشفيات المحافظات اللي تشهد بعض الزيادات. فما أثير الفترة اللي فاتت عن عدم وجود سعة سريرية في بعض المحافظات عاري عن الدقة، وبطلب منكم جميعا التوجه لكل المحافظات اللي فيها كلام في هذا الصدد، ومشاهدة عن واقع، وده دور الإعلام. يعني أنا كنت من أسبوع في محافظات الصعيد الأربعة، شفت 28 مكان في 28 مستشفى عزل، دخلت هذه المستشفيات بنفسي، عديت على المرضى. طبعا اللي لفت نظري إن مريض أقول له أنت بقالك قد إيه مريض قبل ما تدخل المستشفى، يقول 10 أيام، أسبوع، أسبوعين. فكل الحالات بتيجي وهي بعد ما قضت وقت كبير في البيت لغاية ما بتبقى حالة حرجة. لكن اطمنت بنفسي، وما زال موجود قيادات وزارة الصحة، رئيس الإدارة المركزية أو وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي وكيل وزارة الصحة للطب الوقائي قاعدين في بعض محافظات الصعيد بيدربوا الناس، بيأكدوا على وجود الساعة السريرية، بيزودوا الساعة السريرية في بعض المستشفيات. لكن الحقيقة ما أثير كان غريب جدا. الحاجة المهمة جدا اللي عايزة أقولها برضو فقداننا لبعض الأطقم الطبية. الحقيقة إن أي وفاة أي مواطن مصري أو غير مصري، أي إنسان يموت من هذا الوباء، ده شيء يعني نفسيا علينا كلنا له أثر سلبي، فما بالك لو كان أحد الزملاء من العاملين من الأطقم الطبية. بعزي نفسي وبعزي زملائي في كل من فقدناه وهو يعمل ولم يترك سلاحه في أحد مستشفيات العزل. والحقيقة من فقدناهم من الأطباء في مستشفيات العزل على مدى الجائحة، ممن كانوا يعملوا في مستشفيات العزل وجالهم الإصابة أو اكتسبوا عدوى الكورونا نتيجة عملهم داخل مستشفيات العزل، لأن أنا في أطباء أو عاملين في القطاع الصحي جات لهم الإصابة من المجتمع، مش لكونوا بيشتغل في مستشفى عزل. كثير منهم اللي تم الإعلان من بعض الجهات على إن هم توفوا، هم أصلا في المعاش. أيا كان دي روح وأيا كان طبيب أو أطقم طبية بنفقدها، كلنا بنحس يعني كثير من الحزن. لكن عدد الأطباء اللي توفوا نتيجة إصابة على مدى السنة والأربع شهور اللي فاتوا، نتيجة إصابة جات لهم من عملهم في مستشفى عزل، هو 115 طبيب. طيب في بيقولوا ده 500 طبيب، أيوة 500 طبيب، الباقي أخد. وطبعا هيقول لك ده دول العاملين في وزارة الصحة، ما هي وزارة الصحة هي اللي بتدي مش أقل من 90% من الخدمة في الكورونا. طب باقي ال 500 اللي تم إعلان عنهم من بعض الجهات، باقي ال 500 هم ناس خدوا العدوى، أطباء أخدوا العدوى من المجتمع اللي بيعيشوا فيه، مش نتيجة إصابتهم في وهم في مستشفيات عزل. الدولة والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أول يوم في الجائحة وهو منتصر جدا
للأطقم الطبية، وشاهدنا ده من أول حرصه بنفسه إن هو يعمل اجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس مع مديرين مستشفيات العزل، لغاية ما توجيه سيادته برفع سن المعاش وزيادة الحوافز وعمل صندوق المخاطر الطبية. الصندوق اتعمل بقانون ومر من مجلس النواب، وشكلنا مجلس إدارة الصندوق وجمعنا موارد الصندوق، وخلال وقت قليل جدا هنعلن عن بدء صرف التعويضات سواء للي فقدوا أسرهم أو فقد عائلهم أو فقد حد من ذوي نتيجة عمل وفقدان وإصابته بالكورونا وفقدان هذه الأرواح من في الكورونا، أو اللي أصيبوا بالكورونا وهم بيشتغلوا حتى لو كان تعافوا. فالحقيقة الحكومة المصرية لم يعني تدخر جهد في إنها تحترم وتقدر العطاء التاريخي اللي عمله الأطقم الطبية، وأنا بكل فخر واعتزاز بقول إن أنا محظوظة إن أنا في يوم من الأيام شهدت هذه اللحظات التاريخية والملاحم اللي زملائنا بينسجوها بإيديهم في كل محافظات مصر. وأنا حريصة إن أنا بعمل اجتماع يومي مساء بكل المستشفيات اللي شغالة في العزل، وبتواصل مع مديرين المستشفيات بشكل مباشر، وده لأن احنا كلنا في مركب واحدة ويهمني إن أنا أحللهم مشاكلهم. بس الحقيقة اللي لافت للنظر هي الروح الحماس والوطنية الكبيرة جدا من الأطقم الطبية. فأنا بشكر كل العاملين من الأطقم الطبية في كل مستشفيات العزل والقائمين على خدمة المرضى، وبشكر بعض النقابات المهنية اللي شفنا منها الحقيقة يعني عمل وطني بالتنسيق مع وزارة الصحة. يعني نقابة التمريض الحقيقة والمجهود اللي بذلته معانا، علشان احنا عارفين قد كده عنصر التمريض عنصر هام جدا في تقديم الخدمة. من أول ما اشتغلوا على ان هم يستبقوا التمريض ويدعموهم ويشجعوهم ويدربوهم، فالحقيقة كانت ملحمة كبيرة جدا بشكر عليها نقابة التمريض. ما يفوتنيش طبعا ان انا اشكر نقابة الصيادلة ونقابة العلاج الطبيعي ونقابة الاسنان. طيب عملوا ايه الناس دي؟ عملوا ان هم اشتغلوا وشجعوا اطباء الاسنان واطباء العلاج الطبيعي او اخصائيين العلاج الطبيعي والصيادلة ان هم يندمجوا في ادارة الكورونا، لغاية ما دربنا هؤلاء الشباب في التطعيمات، دربنا هؤلاء الشباب في العزل المنزلي، فهم قوة كبيرة جدا معانا حتى في المبادرات الرئاسية الصحية. ده النوع من التنسيق لهدف واحد وهو الوطن وسلامة المواطنين. فأنا بشكرهم وبحييهم على دورهم القيم جدا والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة في هذا الشأن. بالنسبة للقاحات طبعا شهد الأسبوع الماضي توقيع اتفاقيتين في وجود دولة رئيس مجلس الوزراء في مجلس الوزراء، وكان على الجانب المصري شركة فاكسيرا وعن جانب الصيني شركة زينوفاك، وكان التوقيع لايف من بكين، فكان في الشركة وقعت في مقر السفارة المصرية في بكين واحنا بنوقع هنا في القاهرة. الاتفاقيتين دول اتفاقيات تصنيع، اتفاقية تصنيع واتفاقية نقل تكنولوجيا التصنيع. دول ان شاء الله احنا مجهزين خطوط الانتاج، الجانب الخبراء الصينيين هيوصلوا خلال ايام معدودة، هنبدأ نشتغل لانتاج 40 مليون جرعة في السنة دي بس، قابلين للزيادة سنويا لتغطية احتياجات مصر من هذا اللقاح وكذلك احتياجات الدول الافريقية ودول المنطقة. احنا طبعا عاملين اتفاقيات وعاملين عقود ل 100 مليون جرعة، بدأنا نستقبل منهم جرعات، وبعد بكرة إن شاء الله هتطلع طيارة من بكين تصل ليوم 27 إن شاء الله الشهر ده بمزيد من الجرعات. في أول أسبوع الكوفاكس باعت برضو جرعات كبيرة جدا هنعلن عنها في وقتها، لكن أنا بطلب من المواطنين لأن احنا لاحظنا عزوف الأطقم الطبية والمواطنين. وهنا برضو مهم إن أنا أقول الأطقم الطبية
لم اللي سجل لا يزيد عن 50% من الأطقم الطبية، واللي جه من 50% ما يزيدش عن 60%. يعني الأطقم الطبية ده كان في الأول في العالم إن كان في تردد من الأطقم الطبية لأخذ اللقاحات. دلوقتي ما عندناش الاختيارات دي، لا في ناخد ولا لأ ولا إيه نوع اللقاح. امبارح منظمة الصحة العالمية أصدرت تقرير مهم جدا بتقول خد أي لقاح، أي لقاح متوفر خده، لا توجد رفاهية لأن أنا أقول أخد ده ولا ما أخدش ده أصلا. وقالت المنظمة واعتبر نفسك محظوظ ان عندك لقاح، لان طبعا زي ما احنا عارفين ان اكتر من 85% من لقاحات العالم راحت ل 12 دولة بس، وان الدول المصنعة من حقها، هي عملت كده بس ده حقها انها تضمن الاول لقاحات شعوبها قبل ما تسمح بالتصدير، وده اللي اخر توريدات اللقاحات لكل دول العالم ومنها مصر. ولكن الحمد لله بدأت تيجي الكميات متتالية بإذن الله، وده اللي خلانا نتجه للتصنيع. فأرجو أن المواطنين يسجلوا ويروح، إحنا نبقى حريصين على أهالينا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. واحد يقول أنا عندي أورام، هو اللقاح معمول ليك، أنا عندي سكر، لازم تروح أنت لأن أنت أكثر عرضة للمضاعفات لو جالك كورونا. فالأولويات هي الأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. فالحقيقة وجه رسالتي لكل المواطنين، وأقول للأطقم الطبية كمان مهم أنك تاخد اللقاح لأن ده أمان ليك وللي حواليك. اللقاحات متوفرة للأطقم الطبية في المستشفيات، يعني إحنا مش حاطين في مركز معين والأطقم الطبية تروح. كان في دعوة من بعض النقابات ان احنا هاتوا اللقاحات عندنا في النقابة، لا، اللقاح اللي بياخده في الأطقم الطبية والعاملين في المستشفيات، حتى لو ما كانش طبيب، حتى لو إداري أو حتى لو عامل بسيط في المستشفى، فهو متعرض للكورونا، فاحنا بندي للعاملين في المستشفيات. فأرجو ان كل الأطقم الطبية تروح تاخد اللقاح، اللقاح متوفر للأطقم الطبية، وكانوا من الأولويات لما أشرفت على لقاح أول ناس في الأطقم الطبية في مستشفى أبو خليفة في شهر يناير اللي فات. الحقيقة يعني دي بعض الرسائل. اللي تاني بقول أرجو من المواطنين وأصحاب الأعمال توخي الحذر في الفترة اللي جاية، لأن في تصاعد عالمي رغم اللقاحات، تصاعد عالمي. اللقاح ما حتى لو أخذناه لازم ناخد إجراءات احترازية، لأن اللقاح بيقلل فرصة أن أنت تاخد العدوى بس ما بيمنعهاش، ولو أخذت العدوى بتكون عدوى بسيطة جدا وخفيفة جدا، وما فيش 100% من اللي بياخدوا اللقاح ما بيجيلهمش، حتى لو جالهم كورونا ما بيجيلهمش أعراض صعبة. شكرا لسيادتكم. معلش يا وليد، بس هكرر حاجة مهمة جدا. خدمة الرسائل النصية على خط 1440 لمتابعة حالات العزل المنزلي، والخط الساخن 100 يتناولوا الخطين دول 1440 و105 يتناولوهم بشكل دائم وتنويه عليهم، لأنهم بيقدموا خدمات كبيرة جدا وبيمنعوا إن الحالات تيجي متأخرة. تفضل يا وليد. السؤال اللي تحاول تبعي لو فريق
مستشفى العزل يجيب عدوى من مستشفى خاصه يكون بيشتغل فيها ويرجع يدخل مستشفى العزل ويصيب الناس اللي موجوده ويعمل انفكشن داخل المؤسسه او المنشاه ثم يقوم بنقل العدوى دي لاهله وزويه. وطبعا شفنا سيادتك ازاي حطيت القواعد دي في حتى خصوصا كبير صحيح الشام في بورسعيد وبرضه داخل وزاره الصحه. اللي انا بتكلم عنه النهارده سيادتك ان المصطلح ده احنا مدورين عليه، مين اللي نقدر نوصفه ان هو ده فعلا شهيد من شهداء الجائحه، ومين اللي نقدر نقول ان هو مش مضرب لكن نكمل لهم كل المشاعر الطيبه والعنايه ان كان في ايدينا واذا كانت الدوله في الوقت ده بتسمح ادراك مخاولاتها، ويمكن احنا نقدر نصرف برضه ليهم التعويضات. مشكوره جدا على السؤالين المهمين. السؤال الاولاني خاص بالتعاون مع روسيا في تصنيع اللقاحات بالذات سبوتنيك. الحقيقه انا اجتمعت مع سعاده السفير الروسي في القاهره الاسبوع اللي فات لبحث بدء التعاون في مجال التصنيع. احنا سجلنا لقاح سبوتنيك في هيئه الدواء، وعندنا خط او عندنا مصنع جديد في 6 اكتوبر تابع لفاكسيرا تم تاهيله، واخر مكنه فيه تم شراها وجايه في السكه عشان يبقى جاهز خلال اسابيع قليله جدا لانتاج لقاحات مزيد من اللقاحات. فاحنا من هنا انا كلمت سعاده السفير في التعاون في مجال التصنيع سواء مع فاكسيرا، لان فاكسيرا هتبقى بعد خط 6 اكتوبر هتبقى عندها قدريه انها تتعاون مع كذا شركه في التصنيع وتزود الانتاج اب تو 100 مليون في السنه لينا وللدول المجاوره، او كمان تشجيع القطاع الخاص المصري زي شركه مينا فارم زي شركه فاركو اللي بشكرهم على ان هم بدروا ان هم يدرسوا مدى امكانيه تصنيع هذه اللقاحات. فاحنا مفتوحين على التصنيع الحقيقه بشكل كبير جدا. زي ما انتم شايفين العالم اللقاحات مش هتبقى في 2021 بس، ده غالبا هتبقى سنوية أو موسمية كمان، مع وجود تحورات في الـ في الـ في الـ في الفيروس هنحتاج لقاحات أجدد ومتطورة أكتر. فإحنا الموضوع ده ما كانش وليد الساعة، لكن التعاون مع الصين بدأ في مجال التصنيع من شهر 9 اللي فات، والحمد لله أثمر عن الاتفاقية. فيما يخص تعريف شهيد الأطقم الطبية، وتاني يعني بنشعر بالأسى والحزن لفقدان أي روح في مصر أو في العالم، فما بالك لو كان من الأطقم الطبية. لكن الشهيد أو اللي ما يطلق عليه شهيد هو اللي مات في المعركة، فالمعركة هي مستشفى العزل، يكون خد العدوى في مستشفى عزل، وبالتالي احنا عندنا دقة في الرصد بشكل كبير جدا. صحيح احنا لنا زملاء فقدناهم، والاسبوع اللي فات يعني بنعي مصر كلها في الدكتور احمد عبد العزيز الله يرحمه، لكن كثير من اللي فقدناهم الحقيقه كانت عدوى مجتمعيه. صندوق المخاطر الطبيه او تعويضات المخاطر الطبيه هننشر النهارده مواد القانون اللي بتعرف مين اللي هياخد التعويضات دي علشان نكون دقيقين، وهنطلقوا لان احنا يعني خلال ايام معدوده هيبقى في انعقاد لاول مجلس اداره، وبطمنكم ان تم بالقانون جمع مصادر التمويل، يعني احنا معانا الفلوس اللي هنديها تعويضات، مجرد بس انعقاد لاول مجلس اداره خلال ايام وهنبدا صرف التعويضات بالتعريف. فانا كويس ان انت اثرت هذا الموضوع يا وليد، ارجو من زملائنا في المكتب الاعلامي امداد كل الاعلاميين بمسوده القانون علشان يبقى واللائحه التنفيذيه علشان نبقى عارفين احنا بنتكلم على التعويضات هتخص مين بالظبط. شكرا. يعني نقول بقى سؤال على المجموعة في المستشفيات.
خليني أبدأ من الآخر. إحنا في تسجيل اللقاحات في جزء مخصوص في بوابة التسجيل للأطقم الطبية، فعليهم إن هم بيسجلوا. إحنا ما بنخليش الأطقم الطبية، أصل الموضوع مش أطباء بس، ده أطباء وتمريض وصيادلة وعلاج طبيعي وأسنان وإداري وعامل، كل من يعمل في المستشفى. فإحنا وفرنا الأطقم الطبية كلها اللقاحات في الأماكن، عليهم إن هم يسجلوا. اللي سجل ما يزيدش عن 50% من المستهدف، واللي بيجي من اللي سجل ما بيزيدش عن 60% من اللي سجل. فإحنا لما بنقعد معاهم بنقول لهم، بيقولوا أنا خايف، أو يمكن اكتسبوا جرأة من إن هم محاطين بمرضى الكورونا فما بقاش عندهم الخوف المجتمعي. إلا إن بقول إن مفيش رفاهية يا جماعة، لازم كلنا ناخد اللقاح. فيما يخص سوهاج ومحافظات الصعيد، أنا رحت على رأس وفد الأسبوع اللي فات، أنا رحت الأسبوع اللي فات على رأس وفد للمحافظات دي، معايا قيادات وزارة الصحة. الوضع غير اللي الناس بتتكلم عليه تماما، وفي أطقم أو من قيادات الوزارة ما زالوا موجودين. أنا بس عايزة أقول لبعض المحافظات زي أسوان الأعداد بتقل، الأقصر الأعداد ثابتة أو بتنخفض في بعض الأيام، سوهاج بتزيد زيادات بسيطة في قدرة الاستيعابية وما زالت في أسرة موجودة. فاللي احنا شددنا عليه الفترة اللي فاتت في المحافظات، واللي شددت عليه في الاجتماع امبارح مساء وبشدد عليه كل يوم، هي الحالات العزل المنزلي اللي بتيجي متأخرة. ده مسؤولية نمرة واحد، مسؤولية المواطن. هات والدك أو والدتك أو كبير السن أو أي مصاب عندك، هاته بدري. احنا عندنا بنستقبل الحالات وسجله في العزل المنزلي، وبنروح العزل المنزلي وبنتابع الحالات. احنا وصلنا لمرحلة اننا ادينا للناس في العزل المنزلي الأجهزة البسيطة اللي بتقيس نسبة الأكسجين في الدم، ودربناهم عليها. فيعني الحمد لله الوضع مستقر. لا لا لا، الإجراءات الاحترازية لمصر كلها وللعالم كله، حتى كل الدول التي أخذت اللقاحات. يعني خليني بس أقول إن الدول اللي أخذت اللقاحات، في دول أخذت اللقاحات زي ألمانيا وزي تركيا وكثير من الدول الأوروبية، وبتشهد زيادات كبيرة في الأعداد. بس الجديد عندهم إن الوفيات ما زادتش، ده معناه إن اللقاح، هما بياخدوا اجراءات احترازيه. يعني دوله زي المانيا عملت اغلاق تاني، الاعداد بتصل 25 و26 الف في اليوم، والوفيات بتتعدى او بتصل قرب 300 في اليوم، رغم انهم خدوا اللقاح. فاحنا بنقول الوفيات عندهم قلت بالمقارنه بالوفيات الفتره اللي فاتت. فاللقاح، حتى لو اخذنا اللقاح لازم نلتزم بالاجراءات الاحترازيه. هل ده موجه لمحافظات بعينها؟ ده موجه لكل حد على ارض مصر. معالي الوزيره، بالنسبه لعدم التزام اصحاب المنشات والموضوع المطاعم والتدابير الوقائيه، هل ده ممكن يمهد لدخول البلاد في مرحله جديده من الاغراض ولو بشكل جزئي؟ السؤال الثاني بيتعلق بخصوص المواطنين عن تسليم طلبات الحصول على اللقاح زي ما سالتك. السؤال الأول كان إيه؟ عن أصحاب المنشآت. أولا ده مش قراري الإغلاق أو عدم الإغلاق، إحنا دي لجنة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، لجنة الأزمات، في حضور معالي وزير الدفاع والداخلية وكل الوزراء المعنيين، بنناقش الوضع وبيبقى القرار توافقي او تشاوري، بالتشاور يعني. لكن لو اصحاب الاعمال ما التزموش، هو ممكن المنشأ نفسه اللي يتقفل. مش لازم اعمل اغلاق للمطاعم نتيجه عدم التزام بعض اصحاب المطاعم، ممكن نغلق مطعم ويبقى فيه غرامات قاسيه. طبعا ده مش قراري، ده
احنا يعني انا حريصة قبل رمضان عملت مؤتمر صحفي، حريصة ان انا اعمل المؤتمر ده علشان ندي رسائل، ان ارجو ان احنا ناخد الموضوع بشكل جدي علشان الاجراءات الاحترازية هي والماسك والتباعد وعدم وجودنا في اماكن مغلقة هي اكتر الحاجات اللي ممكن تقلل الوباء. وجودك في مكان مفتوح ده شيء كويس جدا، وجودك في مكان مغلق شيء خطير جدا، حتى لو لابس ماسك بتبقى نسبة العدوى اكتر من لو موجود في مكان مفتوح. السؤال الثاني فيما يخص بالنسبة لعزوف المواطنين عن تلقي اللقاح، عزوف المواطنين عن تلقي اللقاح، احنا طبعا مدركين ان بعض اهلنا من في بعض الاماكن مش يعني مش هيقبل على التسجيل الالكتروني، فاحنا ان شاء الله مع تلقي مزيد من اللقاحات هنعمل قوافل للقاحات تجوب الاماكن اللي فيها احياء شعبيه او تجمعات او مولات او مترو او محطات قطر، بحيث ان احنا هيبقى التسجيل لايف ليه وادي له اللقاح، يعني بحيث ان انا اشجع واوصل للمستهدفات ونشجع المواطنين. التخوف ده كان تخوف عالمي في الاول، كل الناس كانت عندها عزوف في بعض الدول حتى المتقدمه، لكن مع يقين المجتمع الطبي ان اللقاحات ده شيء مهم جدا، ومع تصريحات منظمه الصحه العالميه اللي بتشجع اللقاحات، والتصريح الهام جدا اللي صدر امبارح عن المنظمه بان خد اي نوع من اللقاحات لان انت محظوظ ان عندك لقاح، لان كثير من الدول ما عندهاش هذه اللقاحات. فارجو ان موضوع اللقاحات ده هيطول معانا مش بس السنه دي، فارجو ان احنا نكون يعني حريصين بالذات الكبار السن واصحاب الامراض المزمنه. نسبة مأمونية اللقاحات هي النسبة العالمية اللي أعلنتها كل الشركات ومنظمة الصحة العالمية، يعني في لقاحات نسبة المأمونية وصلت 85% وفي لقاحات 70% مش مأمونية، فعالية لكنها كلها فيها مأمونية. طب هل ما رصد من جلطات وخلافه الفترة اللي فاتت نسبة الجلطات في بعض اللقاحات اللي رصدت هي أقل من نسبة المجتمع لوحده لو سبته من غير لقاحات، نسبة الجلطات في المجتمع من غير لقاحات هتبقى أعلى من كده. طب اللي حصل إيه؟ قال حالة لعشر حالات في المليون، من واحد لعشرة في المليون، يعني كل مليون واحد ياخد اللقاح حالة أو أب تو عشرة ممكن يحصل لها بعض المضاعفات الغير متوقعة. أنا رسالة طمأنينة للمجتمع الطبي والعاملين من الأطقم الطبية وللمجتمع المصري كله. احنا مش جايبين لقاحات مخصوصة لينا، يعني احنا واخدين اللقاحات العالمية اللي تم اقرارها عالميا، هي ديت المتوفر، وبالتالي كل العالم بدأ ياخد اللقاحات. العالم المتقدم اللي عنده هذه الصناعة وفر اللقاحات بشكل كبير جدا والناس اقبلت عليها، فما فيش اي تخوف، وكان ده مقبول في الاول لان ده برضو رصد في هذه الدول المتقدمة في الاول، لكن دلوقتي الناس كلها خدت اللقاحات. بعد شوية هيبقى عندنا مشكلة ان انت غالبا مش هتسافر لو ما كنتش واخد اللقاح، غالبا مش هتروح حج او عمرة من غير ما تكون واخد اللقاح، غالبا بعض اصحاب الاعمال هيفرضوا عليك انك تكون خدت اللقاح. فارجو ان احنا يعني حماية ليك وللمجتمع اللي انت عايش فيه لازم تاخد اللقاح، وده أأمن حاجة على الأقل دلوقتي، وان شاء الله يعني لحين زوال هذا الوباء. هل
الثاني هو عن الشركات الخاصه والتعاون مع وزاره الصحه والسكان. شفنا شركه مينا فارما او فاركو، ايه شكل التعاون اللي ممكن يحصل خلال الفتره اللي جايه؟ بشكرك على السؤالين. الحقيقة السؤال الأولاني فيما يخص بعودة السياحة والطيران الروسي، وده خبر أسعدنا جميعا الحقيقة، والعلاقات بين مصر وروسيا علاقة قوية جدا، ويعني نتج عنها عودة هذه السياحة. الحقيقة احنا برضو كويس ان انت فكرتني ان احنا يوم الخميس القادم بإذن الله هنعلن ان احنا ادينا للعاملين في القطاع السياحي والأنشطة الـ 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 الالايند معاه او اللي بتشتغل معاه زي السفاري وزي البازارات في محافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء، هنكون ادينا 100% من العاملين في هذه الانشطه اللقاح. ده حرص من الدوله المصريه، واحنا بدانا الكلام ده بقالنا 3 اسابيع في هذه المحافظات، وفي وتيره متصاعده. احنا طبعا اللقاحات في جنوب سيناء قربت ان احنا ندي معظم العاملين في جنوب سيناء، فلكن يوم الخميس القادم باذن الله هيكون في تغطيه ل 100% من العاملين في المنشات السياحيه في هذه المحافظات، نتيجه ان احنا هيجي لنا بقى مزيد من ان شاء الله من السياحه. طيب هل في شهادات للي بيشتغلوا او شهادات للي جاي؟ طبعا حرص وزاره السياحه على ان كل العاملين يكونوا واخدين اللقاح، فاحنا ده شيء تبع وزاره السياحه، ولكن احنا داعمين لهذا التوجه ان احنا نغطي كل الناس اللي بتشتغل في الانشطه السياحيه. قريب هيبقى في حاجه اسمها الهيلث كود، الهيلث كود ده هيبقى في بياناتك، خدت اللقاح ولا لا، بي سي ار اخر مره امتى، كل ده هيبقى على كود معين علشان يتيح لك السفر. فانت بدل ما يقول لك هات شهاده انك خدت اللقاح او هات شهاده ان البي سي ار بتاعتك سلبي، هو بالهيلث كود هيبقى معاك كود معين بتمر بالموبايل بتاعك في باب التاشيره بيعرف ان انت قبل ما تطلع الطائره ان انت خدت اللقاح، ولقاح ايه كمان. ليه؟ لان احنا نتوقع، وان كنت يعني طالما ما فيش اتاحه للقاحات لكل دول العالم شايفه ان ده قرار هيبقى صعب، الا اني اتوقع ان بعض الدول او كثير من الدول بالذات الغربيه هتطلب ان انت تكون واخد اللقاح. السؤال الثاني الحقيقه يهمني جدا التعاون مع الشركات القوميه. خد بالك ان الشركات زي فاركو والشركات دي كلها اشتغلت معانا في حملة 100 مليون صحة، وما زالوا بيشتغلوا معانا أكديما وفاركو وكل الشركات دي في كل المبادرات الرئاسية، فإحنا متعاونين معهم. بشجعهم جدا على خطوة التصنيع، لأن اللي هيشتري 100% من منتجهم هي وزارة الصحة، فإحنا العميل الأساسي. يعني إحنا 100% من إنتاج مينا فارما أو فاركو في أي نوع من اللقاحات اللي تكون اتسجلت في مصر وتم عليها المراجعة المعملية في هيئة الدواء، اللي هيشتري هي وزارة الصحة، زي فاكسيرا كده، اللي بيشتري 100% من لقاحات فاكسيرا هي وزارة الصحة، لأن موضوع اللقاحات هو موضوع مقتصر على أو ده الدور الأساسي لوزارة الصحة والحكومة، وحتى لو أتحناه في أي مكان بس هيكون برضه من خلال وزارة الصحة. اجراءات اكثر تشددا، تاني بقول ده مش قرار وزير الصحه، ده قرار بيبقى في لجنه الازمات برئاسه دوله رئيس مجلس الوزراء. الرساله اللي بقولها وبكررها لكل المواطنين، احنا رصدين تراخي كبير جدا في الاجراءات الاحترازيه، رصدين تجمعات كبيره جدا جدا في السحور وفي المطاعم وفي الاماكن الترفيهيه. أرجو إن احنا ناخد الموضوع بجد شوية، يهمنا يعني دي عادات اجتماعية كويسة، بس مش مفروض إن العادات الاجتماعية تؤدي لفقدان أرواح. فاحنا في وقت عالمي، في وباء عالمي، في جائحة عالمية لها أدبياتها ولها يعني إجراءاتها اللي لازم نلتزم بيها.
وعلى أصحاب الأعمال إن يأكدوا على ده، لأن من مصلحتك أنت حتى لو كان المكسب في رمضان عالي، لكن ممكن تخسر ده كله لو تم إغلاقك. فأرجو إن إحنا أصحاب الأعمال نشدد على إن الأماكن اللي فيها المترددين تكون واخدة إجراءات احترازية، ده لمصلحتك أنت ولمصلحة المواطنين. أما المواطنين فرسالتين، تاني بأكد على أهمية الإجراءات الاحترازية وعدم وجود جماعات، والحاجة التانية جدا بأكد على إن أنت ما تسيبش قريبك أو والدك أو والدتك لمرحلة متأخرة في البيت وتجيب المستشفى وحالة متأخرة، ده غلط جدا. وعندك 14 40 للاستشارات الطبية و105، أرجو إن احنا نستخدم هذه الأرقام. شكرا شكرا لكم.